فهذا العقد هو يتكون من عقدين وليس عقد واحد، عقد يتعلق برابط الدوري المحترفين إطلاق دوري المحترفين بالشراكة مع الليغا، وأنا أعتقد فقط كلمة إطلاق دوري المحترفين العراقي بالشركة بالشراكة مع الليغا هو إنجاز كبير للكرة العربية. هذا الاسم الكبير من أهمية على مستوى العالم، يعني الدوري الإسباني يعتبر واحد من أفضل الدوريات على مستوى العالم إن لم يكن الأفضل. بالإضافة إلى ذلك أنه دوري المحترفين راح يدار بالكامل من قبل الليغا، يعني راح يكون هناك تم اتفاق مدير تنفيذي يدير هذا المشروع بالكامل، وهناك أقسام تعمل في إسبانيا وفي دبي لغرض إنجاح هذا العمل. بالإضافة إلى أنه إحنا الهدف من هذا ليس فقط أنه إحنا نجيب يعني الكوادر الأجنبية تعمل في بغداد، بل هدفنا الرئيسي هو تأهيل كوادرنا الشبابية للانطلاق مستقبلا بعد 3 سنوات لاستلام الدوري من قبل. فلذلك راح يتم تدريب شخصيات كفاءات عراقية شباب عراقيين بالكامل. حتى موضوع كل ما يتعلق بالدوري من اللوائح مالته الى اللجان العامله الى ادارته الى تأهيل الكوادر الاداريه والماليه والفنيه وحتى التسويقيه في الانديه راح يكونون هم مسؤولين على تدريب كل هذه الكوادر. مبلغ 5 مليون دولار. أولاً لا تقول استشارة، لا تقشمرون الناس ولا تضللون الناس بكلمة استشارة، لأن هي ليست استشارة، هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الليغا وتحدي كبير. اسم الليغا كبير جدا، ما محتاج هو المبلغ مال العراق 5 مليون مثل ما يتوقع الآخرين. 2، هذا المبلغ اللي تتكلم فيه هو لعقدين وليس لعقد واحد. 3، هاي المبلغ هو ل3 سنوات وليس لسنة واحدة. أي مجموع ما يأخذه ما يصرف إلى الليغا خلال السنة واحدة هو يقدر ب1,833,000 يورو فقط بالسنة الواحدة لمشروع دوري محترفين، بالإضافة إلى مشروع تطوير المواهب الكروية لكرة القدم، وهذا أيضا راح يكون 5 إلى 6 أشخاص راح يديرون المشروع بالكامل، بالإضافة إلى الفرق الأخرى المصاحبة اللي راح تكون موجودة في إسبانيا وفي دبي. بالإضافة إلى ذلك أنه أكو بروجكت لكل هذا المشروع، مدير لكل هذا المشروع في إسبانيا، سيتم التواصل ما بينه وبين الكوادر الموجودة في بغداد، وسيقومون بسيارات، بالإضافة إلى أنه هذا المشروع راح تتضمن عمل كبير خاصة فيما يخص تطوير المواهب الكروية، حتى من ضمن العقد أنه تطوير المدربين، تطوير المدراء الفنيين، تطوير الكفاءات الإدارية. وبالتالي هذا المشروع مشروع كبير، لا نختصر بفلوس اخوان، انتم تتكلمون عن مبلغ 1 مليون دولار لاطلاق دوري المحترفين للعقد، قيمه الاسم الشراكه مع الليغا هي اكبر من 1 مليون دولار اللي يندفع. ولذلك كل اللي اتمنى انه لا نتكلم بموضوع الفلوس بقدر ما نتكلم عن مدى الاستفاده الكبيره اللي تستفادها الكرة العراقية من خلال إطلاق هذين المشروعين. فلذلك كل اللي أتمنى منكم أنه تدعمون هذا المشروع، هذا المشروع هو ليس لعدنان درجاني وليس لإخوانه في اتحاد كرة القدم وليس لإخوانه في الهيئة العامة، وإنما هذا مشروع للنهوض بواقع كرة القدم العراقية ولكل العراقيين وأنتم منهم. فرجاء خلونا ندعم هذا المشروع بالكامل حتى نوصل إلى النجاح الحقيقي اللي نتمناه جميعا. يمكن انتوا تتفاجئون اذا قلتكم يتكلم السيد خافير تلفاز مع دولة الرئيس ويقول له احنا حريصين جدا، بل إلي قال لي انه احنا حريصين اكثر منكم على نجاح هذا المشروع لان هذا راح يحمل اسمنا. فلذلك يا اخوان اكرر اعتذاري شكري وتقديري واعتزازي العالي لكم، واتمنى ان نبدا سويا من اجل انجاح هذه المشاريع الاستراتيجيه تحت كرة القدم. البار بس 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 ان شاء الله. اولا احنا اشترينا سيارتين والسيارتين توصل في خلال الشهرين القادمه او 3 أشهر بالشهر اشتريناها، يعني مدفوعه فلوسها موجودات. بالاضافه الى انه احنا
تم الاتفاق مع الاخ محمد حيدر اللي هو المنتج للمباريات بانه هو يوفر بقيه الاحتياجات بموضوع الفار حتى ننطر الموسم القادم ان شاء الله. مركز الموهبه بس دق خلينا نكمل الفار. النقطه الاخرى، بدانا العمل مع الاتحاد الدولي لتاهيل كوادرنا للسير بطريق استخدام الفار للموسم القادم، ونعمل بشكل قوي. وكانت هناك ورشه بين الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي في قطر في الدوحة قبل أسبوعين من الآن تقريبا. فلذلك أطمن الجميع إن شاء الله موضوع الفار أيضا إحنا ماشي في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله نبدأ به العام المقبل بإذن الله. أولا هناك عندنا تمويل كان مجمد، مبالغ مجمدة من الاتحاد الدولي تقدر ب يعني مبلغ زين لا أكثر من 5 مليون، فهاي راح يبدا العمل بيها وان شاء الله دوله الرئيس قال استحتاجونا حاضرين لدعم هذا المشروع. موجوده في بغداد ان شاء الله في موقع استراتيجي. الخطه المستقبليه للليغا الاسبانيه في العراق ماذا ستتضمن هذه الخطه؟ يا ريت تشرح لنا عنها. ان كي باس كونسيستير البلان دي فوتورو دي لا ليغا كون الفوتبول العراقي. tiene dos cuestiones diferentes, una de management y gestión, ¿no? De gestión de los clubes, desde el marketing, la organización interna, el ticketing para mayores asistencias, y luego el otro es la cuestión de talento deportivo, escuelas, en resumen esas son las dos líneas diferenciadas. هم مشروعين في واحد. المشروع الأول بتعلق بالدوري العراقي، تحويل الدوري العراقي إلى دوري محترفين في عدة أصعدة ومجالات، والمشروع الثاني هو تطوير المواهب للفئات الصغيرة بالعمر. شنو راح تقدم لليغا الدوري العراقي؟ كيف أوفرتير لليغا بارا الفوتبول العراقي؟ Bueno, pues todo nuestro conocimiento, somos... somos con la Premier League, las mejores ligas del mundo, en organización, en explotación de los derechos audiovisuales, en talento, en management de gestión de los clubes, y todo eso vamos a intentar que trasladarlo aquí a los clubes iraquíes. تعتبر الدوري الإسباني بجانب الدوري الإنجليزي من أفضل دوريات العالم، فكل الخبرة سنضعها تحت أمر الكرة العراقية بتنظيم البطولة، بالتسويق، بحقوق البث والمجالات المتعددة. شكرا. اليوم المشاركة بهذا الحفل عن الفعالية وعن هذا المشروع المهم للعراق. اليوم العراق عاد لوضعه الطبيعي في أن يكون مركز جذب على كل المستويات. اليوم العراقي وقع اتفاقية مهمة عراقية إسبانية ومع الليغا، وهذه فرصة راح تكون للرياضة العراقية أنها تعود إلى الصدارة كما كانت. دعاني الكابتن عدنان درجال ولبيت الدعوة فورا وغيرت كل البرنامج حتى أجي مع زملائي وأصدقائي الفنانين الإسبان تريو برشلونة اللي احنا عزفنا مع بعض بكذا دولة بالعالم، آخرها كان في برلين بألمانيا على ما أعتقد. واليوم قدمنا مشاركة، بس تحية للشراكة بين العراق وبين إسبانيا، وهي ليست جديدة، الشراكة تاريخية العلاقة بين العراق وإسبانيا، لكن اليوم أعيدت أواصرها من جديد وأعيدت هذه اللحمة عبر الرياضة وعبر الفنون وعبر إن شاء الله كل أشكال التعامل الأخرى. هواك الرياضية؟ لا بأس بها، زينة يعني. على الإسباني تشجع على مدريد لا يعني طول عمري أشوف، حتى من أشوف مباريات كأس العالم نهاياتها تقريبا أشوف اللعبة الحلوة، اللعبة المرتبة النظيفة بالنسبة لا أميل للاحتراف وللعب الحقيقي المهم، لأنه تعرف تتغير الموازين بين فترة وأخرى. فأنا يهمني الأداء الجماعي كتيم شلون يشتغلوا، ودائما أركز على فكرة الفريق، دائما أركز على فكرة التيم، أنه الأنا دائما يجب أن تذوب بالكل والكل بالأنا، فهذه هي اللي لازم تنعكس على الرياضة وعلى الفن وعلى كل مجالات الحياة. لا بالعكس، يعني كان لا هي تأخرت في موضوع التوقيع، يفترض أن يتوقع قبل فترة، بس لكن أكو ظرف خاص يعني مربي الرئيس الليغا خافير يعني ما أجل العراق، وبالتالي تم التوقيع بحضور دولة رئيس الوزراء، ودولة رئيس الوزراء حقيقة يعني بارك هاي الخطوة وكان داعم إلها وكان راعي إلها،
وحديثه انه راح يذلل كل الصعوبات اللي راح تواجه هاي العمليه. احنا نبارك لأسرة كرة القدم بهذا الموضوع وبهذا الحل، وبالتاكيد هي راح تكون فت خطوه ايجابيه في مصلحه كرة القدم العراقيه. جميع اعضاء الاتحاد موافقين على هذه الخطوه؟ والله يعني انا سمعت مثل ما سمعت انت انه اكو حديث هنا وهنا، بس بالحقيقه اكو محضر اجتماع تم التوقيع عليه من قبل جميع اعضاء الاتحاد. يعني في وقت سابق يعني تم تكليف الاخ عدنان درجال بتوقيع العقد الالكتروني ومن ثم توقيع العقد الرسمي اليوم. هي خطوه اولى نحو الاحتراف للعالميه ان شاء الله، توقيع مع الليغا رابطه محترمه على مستوى العالم، هي ربما هي التسلسل الثاني على مستوى دول العالم من حيث قوه الدوري وفق التصنيفات الاخيره الثلاثه او الخمس سنوات الاخيره. ان شاء الله راح الاسبان مور. نعم توقعنا ويا الاسبان مويرا. قلت لك رابطه الليغا هي من ضمن بصفوه الدوريات العالميه وهي الثاني بعد الدوري الانجليزي وفق التصنيفات العالميه. يعني فرق فرق في كل شيء، حتى بالنسبه بالنسبه للاموال فرق كبير جدا. اما بالنسبه للامور الاخرى المتعلقه بالامور الفنيه والتسويقيه، اعتقد انه اسبانيا لها تجارب عديده جدا في الشرق الاوسط. محاور تشمل هذه الاتفاقيه؟ لا، محورين، فئات العمريه اللي هو مشروع الحلم 2030 والمراكز التخصصيه اللي راح تكون في بغداد وفي باقي المحافظات، وايضا رابطه الدوري المحترفين العراق. هنئ الاوساط الرياضيه العراقيه والاتحاد المركزي لكرة القدم بتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية اللي تم عقدها بين الاتحاد العراقي وبين رابطة الأندية الإسبانية للمحترفين الليغا. طبعا هذا العمل هو خطوة بالاتجاه الصحيح، راح يسهم إسهام كبير وواسع في تطوير الكرة العراقية ولا سيما الفئات العمرية. من جانب آخر طبعا الأندية الرياضية اللي راح تشترك بدور المحترفين راح تتعضد مواردها الماليه من خلال التخصيصات اللي راح تجي بموافق هذه الاتفاقيه للانديه من اعمال النقل التلفزيوني والرعايه ونقل المباريات. الجويه جاهزين لتوفير الاموال؟ وصلنا الدور المحترفين يطلب اموال؟ احنا الحمد لله يعني ما عندنا ذيك المشاكل بالاموال، عندنا تخصيصات ماليه من وزاره الدفاع، زائدا الاموال اللي تجينا من الشركات الراعيه، إضافة للأموال اللي راح تجي من رابطة المحترفين بعد توقيع الاتفاقية. أكيد اليوم هو بداية حقيقية لكرة قدم عراقية حديثة. هذا المشروع مشروع ضخم بدأ منذ 6 أشهر، اليوم شاهدنا توقيع العقد وهو نجاح لكرة القدم العراقية ونجاح لعدنان درجان. شو رأيك باللي شكك بهذه الخطوة؟ يعني هو التشكيك، احنا يعني في بلد كل شيء يشكك به، لكن ماكو داعي، اليوم اصبح حقيقه وتوقع العقد وبدينا مرحله جديده من كره قدم. خطوه جباره ومصلحه الكره العراقيه، ونشيد من ازر الاتحاد على هذه الخطوه. كانديه خاطبوكم الاتحاد عن وضع الازمات وضع هاي؟ بالنسبه لهاي الازمات، يا ازمات اللي تخص بها الازمات الماليه، هاي راح يصير اتفاق مع دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء اللي قائمين على الأندية ومجالس المحافظات بدعم الأندية لتطبيق هذه الليغا. وضع الصناعات اليوم بالدوري شلون نشوف وضع المالي ترتيبه؟ والله إن شاء الله بهذا الموسم القادم إن شاء الله نشد من أزرنا وواضعين استراتيجية لتأهل الدوري الممتاز والعودة بكل جدارة إن شاء الله. ياكو معتمدين على المحافظة؟ نعم. قادرين تطبقون توفرون الاموال وفق الامكانيات اتحاد الكره ممكن احرجكم؟ والله استلو تسالنا شنو اللي ضمن هالاتفاقيه، ما عندنا علم يعني، ما نعرف شنو شروطه شنو ضوابطه، وبالتالي يعني احنا نتمنى يعني تطور الكره العراقيه ونتمنى يعني عن التقدم وهذا نبارك له، بس كان الاولى او الاجدر ان يكون الاجتماع مع انديه الدوري العراقي الممتاز للاطلاع على حيثيات هذه الاتفاقيه. نادي القاسم والله نقول ان شاء الله. حقيقه البارحه احنا كانت اكو دعوه لاخوان انديه الدوري الممتاز للجلوس مع السيد رئيس الاتحاد حول مواضيع المعايير وكذلك بنود العقد، بس الاجتماع ما صار، فكان لقاء لي انا حقيقه مع الكابتن عدنان درجال بهذا الخصوص، وسولفت وياه البارحه بفندق
بغداد، وقلت له المفروض اكو جلسه تكون مع الانديه الممتازه باعتبار هم العينه اللي راح يطبق عليهم دور المحترفين وهم اللي معنيين بهاي البطوله. فالرجل يعني حقيقه احنا نعذره من ناجيها، لان تعرفوا الالتزامات، وقاعد نشوفه حقيقه يركض مثل ما سمعت انا من الاخوان الاتحاد 18 ساعه باليوم، فنعذره بنفس الوقت. بس احنا بالمقابل ان حق عليه باعتبار انديه الدرجه الممتازه هي سبب في نجاح دوري المحترفين. اما بالنسبه للمعايير دوري المحترفين، يعني حقيقه وجهت الى هذا السؤال، قلت له هسه احنا نريد نشتغل من هسه، نريد نعرف دوري المحترفين شنو النقاط، شنو المطلوب من عندنا، شنو احتمال اكو نقاط تريدها فتره من الزمن لتتحقق، المفروض تبلغونا بها على مود من هسه نشتغل عليها. تعرف اكو جوانب ماليه وجوانب اداريه وجوانب فنيه، فكان جواب الى حقيقه قال نفس معايير التراخيص بس بصوره مشدده. طبعا خطوه ممتازه، خطوه احنا من الداعمين لها من اول ما انطرحت. انت اليوم اذا تريد تبدي بخطوات صحيحه لتطوير الكره العراقيه بواقع صحيح، خطوه دوري المحترفين لا 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 سواها. خطوه دوري المحترفين تخلينا مع تخلف الاداري المتراكم على المحك. يعني اليوم اداريا لازم تعمل على مود تنجح، لازم توفر. اليوم بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن المحسوبيات، بعيدا عن هواي امور احنا هنا ما غير قادرين على القضاء عليها. ممكن هذه خطوة دوري المحترفين هي تكون الخطوة الصحيحة والأمثل للنهوض بالكرة العراقية للأمام على المستوى الإداري والفني، بالذات الفني يعني راح يكون إن شاء الله. ككوادر تدريبية شنو اللي تستفادون أنتم من الناحية الفنية؟ شوف الكوادر التدريبية هواي أمور من ضمنها بأن أنت توفر لك سبل التدريب العالية، يكون مجبر الاداري بان يوفر لك سبل التدريب العاليه. من واحده من اهمها بان اللاعب اللي يجيك من الدوري الشباب والناشئين يكون متدرج ويكون متعلم. احنا الان مدربين المنتخبات يشكون من قله الامكانيات العاليه او توسيع القاعده، او اللاعب يجي هواي فايته عمر تدريبي، فهنا راح يجيك بعمر تدريبي جيد جدا. عندك منشآت جيدة راح تنجبر عليها الإدارات، عندك ملاعب جيدة، هاي أفضل خطوة ممكن يقومون بها. أعتقد أهم جانب للكرة العراقية اليوم مشروع أنا طلعت عليه يعني قبل أيام مع الكابتن عدنان تجال، ومشروع ممتاز جدا راح يشمل كل محافظات العراق، راح يكون المركز ببغداد، وراح يكون إشراف مو فقط على الكوادر الفنية، لا حتى الكوادر الطبية والكوادر الإدارية، فراح يكون مشروع كبير جدا. ما نعاني من 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 2003 إلى اليوم هو موضوع الفئات العمرية، فبالتالي حتى أثر على المنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني الأول يعني قلة بالمهاجمين، قلة في لاعبين الوسط، قلة في المدافعين، فبالتالي السبب الرئيسي ابتعدنا على الفئات العمرية. واليوم أنا جاي أعاني كمدرب منتخب ناشئين في موضوع الفئات العمرية وتكوين منتخب. أعتقد هذا المشروع بداية الانطلاقة للعودة الحقيقية لكرة القدم العراقية. حقيقة نقول مبروك للرياضة العراقية. اليوم تم توقيع العقد الليغا الإسبانية بحضور دولة رئيس الوزراء وبحضور السادة المحافظين والشخصيات الرياضية والشخصيات السياسية. نأمل أن يكون هذا العقد على الواقع يطبق إن شاء الله في جميع محافظات لتطوير القدرات الإدارية والفنية، والكثير من الأمور إن شاء الله راح نشاهدها خلال الفترة القادمة في نحو التطور، بوجود اتفاق برلماني حكومي رياضي إن شاء الله نعمل خيرا إن شاء الله لتطوير الكرة العراقية. فريقنا الاستمرار بصدارة الدوري، ونأمل أن تنتهي الأفراح في منازعهم، وإن شاء الله نفكر بالمباراة القادمة. قضية دوري المحترفين أكيد كل الأندية، يعني أجزم لك أنه كل الأندية هي أندية مساندة، لأن الأندية هي تريد تطور. يعني خلاص راح زمن يعني انه تكون الامور عشوائيه من يعني منذ فتره، والانديه هي بدات تبني نفسها وبدات تطور وما شابه. اليوم دوري المحترفين الجميع اكيد داعم، بس اسالني تعرف علي شيء اقول لك لا والله اجل الموضوع. يعني قضيه يعني الى الان احنا يعني الاتحاد ما وضح لنا الامور بشكل جلي. قضية انه اللي سبق وان الاتحاد دز على الاندية والدوري العشرين، لا مو دز. الدعوة اللي جتنا انا مثلت بها نادي الشرطة شخصا،
الدعوه اللي اجت حضور مع شركه اللاليغا وكذا وهي الامور، يعني دعوه تعارف. من رحنا لقينا الشركه شرح لنا على اليه عمل الشركه، يعني في على مستوى العالم في 11 دوله وفي 3 قارات والموظفين والاتمته وما شابه والحوكمه، يعني كلام تعريفي، ديباجه تعريفيه بحق اللاليغا. اما واجبات الانديه ومهام الانديه وعادات الانديه وشلون راح، يعني مثلا اعطيك واحده من ما هو قال في اسبانيا من العائدات اللي توصل 70% تروح بنى تحتيه، 20% تروح مديونيات، 10% تروح لاضافه اللاعبين المحترفين. فاني يعني هل من المعقول انه اروح بنفس الصبغه، يعني الاتحاد رايح وياي بنفس الصبغه، يعني اذا انطوني باكر طاني مثلا الاتحاد مليار على سبيل المثال، 700 اصرفها على البنى التحتيه و200 مليون راح اصرفها على ديون النادي، تبقى عندي 100 مليون شو اسوي بها مثلا على سبيل المثال. يعني هي نفس الفكره او فكره مختلفه راح يطبق باللاليغا، يعني اللي مطبق كوبي بيست باسبانيا راح يطبق بالعراق، ما نعرف، نجهل الموضوع. الف الحمد لله وشكر رب العالمين على نتيجه المباراه، مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا، خاصه انتظرنا توقف في فدي يوم كجهات الفريق، يعني مو بمستواه اللي كما عهدنا للشرطه، حراره الجو اثرت على الفريق، الشوط الاول كان حار جدا، ضعنا بعض الفرص لكن الحمد لله قدرنا نسجل الشوط الاول وتخلص المباراه بهدف، والاهم ان شاء الله انه المحافظه على صداره الدوري وهذا الاهم ان شاء الله. كلام دور المحترفين والتوقيع كلاعبين شنو يعني؟ والله صراحه انا عن نفسي يعني صراحه جدا فرحان وجدا فخور بهيك انجاز، ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان التوفيق لهم، انه تطوير الكره العراقيه شيء مهم، عراق يستاهل اكثر من هذا، ان شاء الله نشوفه بمصاف الدول المتقدمه ان شاء الله. الف الحمد لله وشكر رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله وشكر، اكيد. نعم الحمد لله وشكر حبيبي. شكرا. اكيد بالبدايه مبارك لفريقنا، مبروك الكادر التدريبي، مبروك للجمهور اللي ازرنا قبل المباراه، عرفت اليوم محرومين. مبروك لاخوان اللاعبين على هذا المستوى، رغم الاجواء الحاره اللي عشناها داخل الملعب، لكن تعرف فريق الشرطه طوال الموسم كامل احنا ما لاعبين بهيك اجواء خصوصا الظهر. المهم انه حصلنا على 3 نقاط مهمه من فريق محترم مثل نوروز، اكيد هاي 3 نقاط عززت من صدارتنا وتنطينا دافع اكثر في المباريات القادمه. تعرف المباريات القادمه اهم من اللي فاتن في سبيل حسم لقب الدوري ان شاء الله. لا اكيد الاستغراب موجود، لكن الحمد لله والشكر اكيد المختصين والمحللين دائما الموجودين بالاستوديو التحليلي نصفه امير، والحمد لله والشكر انطوني حقي، لكن تبقى الخيارات خيارات مدرب، واكيد هاي الخيارات اكيد انا احترمها، بالنهايه المدرب هو مسؤول عن خياراته، وان شاء الله تشوفون امير بالمستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للشرطه هارد لك لفريقنا، مثل ما شفت قدمنا اداء جيد الشوط الثاني، قدرنا نحصل على فرص وهم بعد حصلوا على فرص، جينا نلعب ويا فريق متصدر يعني قدر يوصل للمرمى اكثر من هدف، واحنا كانت عندنا نقوصات يعني لاعبين محرومين بالخمس لاعبين محمد سامي وكيكي لاعبين مارادونا، فعانينا عدم وجودهم. قلت لك هذا حال كرة القدم واتجهت تلعب في فريق الصدر، فمبروك لهم وهارد لك لفريقنا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك لفريقنا، مبروك لنادي الشرطه، يعني مثل ما تعرف نادي الشرطه نادي كبير بلاعبينه بكادره بكل شيء، حاليا مصدر الدوري، قدمنا الما علينا، الكادر التدريبي تقريبا راضي علينا، قدرنا نوصل يقول جاريناهم مباراه كامله، يعني الحمد لله 1-0 ان شاء الله. احنا مثل ما تعرف انا قلت قبل هالمره بقينا بالدوري، حافظنا على مكاننا ورجع ملعب سليمانيه المرحله الثانيه، احنا المرحله الثانيه يعني تقريبا المرحله الثانيه مركز سادس احنا الحمد لله والشكر، جميع مباريات الملعب اخذناها، نعول على الموسم الجاي ان شاء الله، الموسم الجاي احنا من الفرق المتقدمه، مبروك للشرطه هارد لك فريقنا. الحمد لله احنا ضامنين البقاء اكيد مباراه مع الشرطه، وتعرف احنا لاعبين عندنا نقص 5 لاعبين، لاعبين مهمين، لكن بصراحه الفريق اليوم ادى اداء طيب، يعني تعرف الشرطه فريق منافس على الدوري، يعني فريق مصدر الدوري، فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي اضافه الى جهاز فني محترم. اكيد مباراتنا اليوم مع نادي الشرطه كانت يعني مباراه بها نديه، وهذا كنا نطمح انه لكن مثل تعرف الهدف اللي اجى على الفريق يعني ما اثر على باقي اللاعبين، ظلينا مستمرين، الحمد لله اللاعبين ادوا اداء جيد وطيب، واحنا راضيين على الفريق الحمد لله اشكر، رغم النقص الموجود 5 لاعبين هوايه.
الحمد لله والشكر، النتيجة إيجابية، 3 نقاط مهمة من فريق محترم. سبق وأن قلت أني هاي واحدة من النهائيات اللي خضناها، إن شاء الله بعد عندنا 6 نهائيات. تدري أنت تقريبا هاي الـ3 مباريات السابقة 90% من اللاعبين هم اللي شاركوا بالتشكيل، أكيد صار عليهم إجهاد. إن شاء الله هاي الأيام توقف أيام الفيفا داي نحاول نستشفي اللاعبين استشفاء إيجابي، إن شاء الله راح يكون يعني إن شاء الله راح يكون إيجابي، راح للاعبين راح إيجابي راح تكون للاعبين، بعدها نعيد وضعنا ونشتغل على 6 مباريات القادمة المهمة. على كل حال مبروك لأخواني اللاعبين الأبطال ما قصروا المباراة، تشكرون جميعا، المباراة كانت صعبة بهالجو هذا، يمكن أصعب من أصعب المباريات هي والصناعة، وبدون جمهور بدون الدافع الكبير اللي بيقدمونه يا جماهيرنا نادي الشرطة. مبروك على الفوز، الحمد لله بشكر الجماهير اللي ما مصر معانا اللي رافقتنا من الوقت طلعنا بالفندق لهون، ويعطيهم العافيه وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما فشل. اثر عليكم جمهورنا حاضر معانا كان من الاوتيل لهون، هو اعطانا دافع كبير لحتى نقدم الفوز ونقدم مستوى بالمباراه. نقول يعني مبروك لفريق الصناعه، بس لكن دائما احنا يعني وحده القياس دائما تكون وحده قياس منطقيه بعيده عن العواطف، لانه التشخيص مهم، عندنا شخص بشكل صحيح ممكن تقدر تعالج، ولذلك احنا نشخص من ناحيه منطقيه اكثر من ما هي يعني عاطفيه. اليوم وحده القياس مفقوده اذا ما نظرنا الى ملعب الصناعه وتعرف وضعيه ملعب الصناعه، يعني الارضيه في الملعب انه وحده من الامور يعني اللي جلت انه الفريق يظهر بهذا الشكل. الموضوع الاخر اللي هو المهم يعني وضعية الجو، يمكن وضعية الرياح خاصة بالشوط الأول يعني مع هذا الرياح، بالإضافة إلى أنه أرضية الملعب السيئة تجد أنه من الصعب فريق أن يفرض أسلوبه التكتيكي. هذا ما يعني ساهم يعني حقيقة، أنا لا أريد أبقى أسحق فريق الصناعة، بس لكن للأمانة يعني ظروف المباراة كانت بهذا الشكل، ربما لو كانت في ظروف أخرى كالشعب أو غيره ربما يتفوق علينا الصناعة، أنا لا أريد أبخس حقه، بس لكن اليوم يعني حقيقة ما تجد هناك مقومات كرة قدم في ظل أرضية ملعب بهذا الشكل، إضافة إلى أنه الرياح اللي ساهمت بشكل كبير بدخول هدفين. تدري أنت يدخل بيك هدفين يعني بالشوط الأول، يعني مع أنه جهودنا وحاولنا أنه نصلح بالشوط الثاني، لكن يمكن حتى الشوط الثاني واضح على فريقنا دائما بالثلث الأخير من المباراة الجانب البدني ينخفض، تعرف يحتاج لنا وقت، احنا الان فرصه طيبه يعني بعد هذا التوقف يمكن يحتاج الى الوضع البدني، يحتاج الى مراجعات، مع انه بعض الاخطاء يمكن انت تشوف يعني من حالتين ثابته مع سوء ارضيه الملعب مع الرياح، من حالتين ثابته دخل بينا جولين، صعب مهمتنا، لذلك خسرنا المباراه من هذا الباب. اما تسالني انه انا واثق انه مستوى الاداء العام اللي قدم الفريق امام الجويه وامام الطلبه وامام الكرخ، يعني حتى مع الجويه مع الخساره يعني ظروف وحدة بهذا الشكل جعلتنا أن نظهر، لكن ثقتي كبيرة باللاعبين أن يعودون إن شاء الله. لدينا فرق يعني مستريح بـ4 نقاط، ولدينا ثقة كبيرة أنه فريقنا عد ما يلعب في ملعب يعني توفر بالأرضية الجيدة قادر أن يقدم نتيجة جيدة إن شاء الله. أكيد مباراة صعبة يعني بالنسبة لنا، مثل ما تعرف فريق النفط يبعد عنا فارق 7 نقاط، اليوم كنا يعني عازمين على أنه الفوز بالمباراة والتقليص أنه الفارق إلى 4 نقاط. كل هدفنا أنه دخلنا المباراة عامل أنه نقول الأرض أنه في ملعبنا كل الأمور صب في اتجاهنا، لكن تعرف أكو متغيرات بالمباراة، يعني اليوم فريقنا كان على أحسن ما يكون، أدى تيدية واجبات، كل احترام لفريق النفط، أيضا ما نقول أنه فريق ما قدم اليوم، بالعكس أنه قدم مباراة كبيرة، لكن أكيد اللي يستغل الفرص هو اللي يفوز بالمباراة. دائما ما حجة فريق الخصم هي أرضية الملعب، شنو ردك عن هذا الموضوع؟ والله هو هذا أنا أشوف هو هاي يعني بالنسبة للملاعب، إحنا ارجع واقول يعني الملاعب احنا يعني ما صار لنا فتره طويله من لعبنا على ارضيه، وانا هسه ارجع واقول انه الملاعب كلها سيئه، يعني حتى الملاعب اللي يتعكزون عليها يقولون انه ملاعب، اذا ملعب الشعب، اذا ملعب النجف، اذا ملعب كربلاء، هذا الملاعب انه دائما ما تكون انه كل يوم هناك صيانه وهناك تلف للارضيه، فالا الارضيه نفس الشيء، يعني احنا نتدرب في هذا الملعب والفرق الاخرى ايضا تتدرب في ملاعبها مشابهه الى ملعبنا، يعني ما صور انه فد شيء مغاير، فانا اشوفها مساله طبيعيه، لكن مرات بعض الاحيان واحد انه قد يدور اعذار واسباب انه على انه الملعب وارضيه الملعب، فانا اشوفها مساله طبيعيه، علينا انه نعترف انه اليوم انا ما اديت، مساله طبيعيه، اليوم مو يومي
والفرق الثانيه ممكن انه تجي وتفوز. ليش اكو فرق اجتنا هنا وقدرت انه تغلب على هل انه الملعب خدمها؟ وانا اشوف انه الملعب على الطرفين، يعني اذا كان الصناعه او النفط او اي فريق يحضر بالملعب. الحمد لله على كل حال، يعني تعرف انت مباراه صعبه وخصوصا بهذا الملعب ملعب الصناعه، يعني اول لعبه نلعب عليه من بدايه الموسم لحد هسه. ان شاء الله نعوض هاي المباراه بالقادم الايام والمباراه الجايه، نعوض هاي المباراه ونرتفع اكثر من هذا المركز ان شاء الله. شوف المباراه ارضيه الملعب اثرت على الفريق؟ اكيد اثرت على الفريق 60% 70% اثرت على الفريق خصوصا ارضيه الملعب. هارد لك نادي النفط، مبروك لنادينا. صراحه مثل ما تعرف مباراه اليوم كان لها طابع يختلف. الفريقين يحاولون يعدلون ترتيبهم بالدوري، الفريقين تعرفهم بنهاية ترتيب الدوري. الحمد لله والشكر المباراة صعبة، لكن كنا على قدر من المسؤولية تجاوزنا المهم، انه قدرنا نعود الوضع الطبيعي. بقالنا الأهم انه كيف نحافظ على الأداء اللي قدمناه. ان شاء الله نوعد الكادر التدريبي واحنا باسمنا كلاعبين انه ان شاء الله المباراة القادمة راح نكون ند صعب لكل الفرق ان شاء الله. يقول هارد لك الجمهورنا الصراحة، جماهير الزوراء الكبيره اللي دائما تحضر مباريات في النتائج السلبيه وفي النتائج الايجابيه تواجدوا مع الفريق، واليوم كان تواجدهم محفز للاعبين الصراحه. يعني صراحه ما اعرف شو اقول، النتائج ما جايه تجيب الصوره اللي احنا نتمناها كقادر تدريب او كلاعبين في سبيل اسعاد الجمهور. لهم حق علينا جمهور الزوراء، وحقهم ان يغضبون على اللاعبين او على الكادر التدريبي من حرصهم على الفريق. بس نقول الحمد لله والشكر. اي والله صراحه ما اعرف شو اقول، بس اللي احب ان اقوله احنا كقادر تدريب استلمنا الفريق ونتحمل مسؤوليتنا. صح نتائج غير جيده، بس يحتاج الزوراء، يحتاج لاعبين الصراحه، مع احترامات لكل اللاعبين الموجودين للفريق، يعني يحتاج لاعبين ويحتاج بعض المراكز غير موجوده ونقص في اللاعبين، في عدد اللاعبين. احنا في مباريات 16 لاعب الى 15 لاعب الى 17، مع اليوم مع لاعبين منتخب الشباب صرنا 18 لاعب. سبب غياب على عباس؟ سبب غياب على عباس المباراه الاخيره، هو بعد المباراه يعني اعتذر من النادي وما راد يعني يتواجد مع الفريق. تحسب يجوز ضغوطات على اللاعب، ممكن كي مباراة ما سجل، ممكن نهاية الموسم. لا رجع مع الفريق وتمرن يوم أمس، إن شاء الله المباراة القادمة يتواجد مع الفريق، ونتمنى إن شاء الله من جمهور الزوراء أني نتأسف من عندهم ونعتذر من عندهم الصراحة اعتذار كبير، وما يستاهلون يروحون زعلانين، بس إن شاء الله نعوضهم بطولة الكأس. والله جاي يصير يعني شو أقول لك، احنا غصة بقلوبنا، يعني انا هسه والله الدقيقة 70 وش يمكن شفتني، يمكن طلعت من الملعب، هذا مو اداء الزوراء ولا يعني ما ادري ايش اقول. اقول حسبي الله ونعم الوكيل على فلاح وزبورته اللي وصلونا لهذا الحال. يعني ايش اقول لك، والله يعني هسه دبشي والله، يعني انا هذا مش يوصل بي الزوراء هالمستوى، يعني لا باص لا اي لعبة ماكو. يعني شوف الفريق بجهة ها، يعني ما ادري يعني ما اعرف ايش اقول. هذا حال الزوراء، هذا حال الزوراء للهاوية. احنا كنا كل موسم لا ما نريد ناخذ دوري ثاني، هسه دمعه بعينك. يعني انا ماكو من البصره اجي صار لي 30 سنه، يعني فريق هذا فريق ما عنده روح، ولا احنا نجي مباراه الكهرباء ما حاطين الفوز على بالنا. بس هاي الاداره وايوب هم بلشوا النادي الزوراء بالهاويه، اذا كضينا مركز رابع زين حتى بالكاس نطلع. تحياتنا علي سالم. اثنين، هاي تعزية النادي الزوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، إن وعد الله حق. الزوراء انتقل إلى رحمة الله نادي الزوراء الرياضي. بسبب منه. سبب فلاح. فلاح أنت يعني أنت رمز للزوراء. وحرامات تشتغل بهيك هيئة إدارية، أنت اسمك كره، أنت كره بين الجمهور بسبب هاي الإدارة. شاكر. شنو اللي جاي يصير ويا الزوراء؟ يقول الضرب بالميت حرام. فريق انتهى بلا روح. كهرباء صار 6 لعبات ما عنده هدف واحد. اليوم اخذ المباراة، مبروك لهم، قدموا مستوى فريق منتهي كابتن. بالمناسبة مو الخط الأول مع زوراء. ناشئين شباب رديف نفس النتائج. يومية 3-0 خسرانين، 2-0 لحد قبل قليل. رديف الزوراء ورديف نوروز خسروا 2-0. يعني انت هسه بلا حسن جاي تباوع،
جاي يشوف نادي متبلش، شنو بقائك بالنادي؟ شنو جاي تقدمه انت؟ اريده يجاوبني بد يعني يطلع لقاء هسه وش قصر له؟ مجرد طلع قال احنا مو كل شرط كل سنه ناخذ دوري، صار لنا 6 سنوات لا دوري ولا شيء. وين نريد نوصل؟ كابتن الله لا يوفقكم ان شاء الله. ان لم تستحي فافعل ما شئت. اداره الزوراء طبقت هاي المقوله بحذافيرها. والله العظيم يعني ما شايف هيك اداره، وضع الفريق مو زين. من الفئات العمريه لحد الفريق الاول، ولا يهمهم الموضوع ولا كانما الزوراء متصدر دوري. هاي اداره فلاح حسن، هاي المقوله مال افضل اداره واداره نموذجيه، هاي مال الناس اللي تشتغل. مال الناس اللي تشتغل بالنادي، احنا نريد النادي مالنا ينافس، نريد النادي هذا جمهور الزوراء، شوف. جمهور الزوراء كله متفق على اداره الزوراء هي اداره سيئه. هاي السوالف مال النجوم القدامى اللي يردون يشتغلون بالنادي عيب. يوميا طالع له بقناته وإدارة الزوراء افضل اداره، يا اما يطلب فلوس ويريد يا اما يريد يشتغل بالنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها كل سبب فلا هاي اول شيء. هاي الزوراء ب 2016 اخذنا وحيد احنا بس زوراء اخذنا دوري بدون خساره. ها فلا هاي ايوب 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 شنو السالفه ايوب؟ كابتن كابتن اول شيء انتم اعلام. صوت الجمهور انتم، يعني اكثر من مره الجمهور يسوي لقاءات، من يحكي على الاداره ما يطلع، ليش ما يطلع؟ سبب دمار النادي، يعني بس انا بدي اسال فلاح، انت يعني والله العظيم عيب، انا ناس هسه اذا ما تريدني بهذا المكان ما اجي لهذا المكان. جمهور صار له 5 سنوات والله فوق مليون، انا صار لك 12 سنه اكيد فوز معنوي بعد سلسله النتائج الغير مرضيه لنادي الكهرباء بالفتره الاخيره. الحمد لله والشكر اليوم تعرف كنا بأمس حاجة إلى هذا الفوز لإعادة اللاعبين إلى وضعهم الطبيعي، وهذا وحتى في المباريات السابقة كنا جيدين لكن لم نحالف من حظ التسجيل. بالتأكيد فريق الزوراء فريق كبير بكل شيء. شنو رأيك بما يمر بين الزوراء؟ لا هذا مو الزوراء، هذا مو نادي الزوراء، مو إمكانيات اللاعبين الزوراء. من المفترض ان يكون لاعبي نادي الزوراء على مستوى اكبر، مع احترامات للاعبين، لكن الزوراء هم بحاجه الى لاعبين بقيمه نادي الزوراء. كل اداره الكهرباء والكادر التدريبي واللاعبين، هارد لك الجمهور الزوراء والكادر التدريبي واللاعبين، احنا كلاعبين قدمنا ما لدينا وحققنا 3 نقاط، ان شاء الله في المباراه القادمه نحقق ما علينا ونحرز 3 نقاط في الدوري. اليوم انت بالرغم يعني جهودك مع كاس العالم مع منتخب شباب لانه اثرت على انه تشارك بالمباراه؟ اكيد كابتن لؤي يستحق، لان ما قدم علي جاسم مو قليل، كابتن لؤي يبدي بروح انا كلاعب، وان شاء الله يعني اتمنى نكون نتوفق معه ومع اداره الكهرباء. شنو رايك بمواجهه زملائك حيدر واللاعب الاخر حيدر عبد الكريم؟ اتمنى لهم التوفيق للاعبين شباب، وان شاء الله في المواسم القادمه واللعبات القادمه يقدمون افضل، لاعبين ممتازين. طبعا قبل كل شيء احنا نبارك الى دوله رئيس وزراء اللي يمكن هو الراعي الاول السيد محمد سوداني، ومبارك الى الاتحاد العراقي اجمعين، يعني كل يعني بقياده الكابتن عدنان رجال اللي يمكن هذا انجاز اعتقد ثاني بعد انجاز الخليج 25. قبل كل شيء احنا فرحانين انه الدوري العراقي صار دوري المحترفين، نتمنى انه يكون دوري محترفين، نتمنى انه ملاعب تكون على مستوى عالي، احترام بشكل صحيح. اضافه لهذا الشيء يعني يمكن تحس انه حتى المدربين واللاعبين يضمنون حقوقهم من ضمن الانديه. اضافه لهذا الشيء انا متاكد رح يكون تطور غير طبيعي في الدوري العراقي، وخاصه انه مثلا تحس انه الانديه كلها راح تمر بهذا الشيء انه دوري محترفين، ملاعب، لاعبين، تجهيز، مستوى عالي من كل شيء حصير، تطور في الكره العراقيه. هذا ينحسب الى الاتحاد العراقي، طبعا احنا كنا فرحانين كرياضيين، نتمنى يكون بعد افضل وافضل على مستوى المحترفين، لكن اتمنى بس انه حتى ما نخطا هذا الخطا انه لاعبين المحترفين ينحصر بين لاعبين الى 3 فقط، لانه حتى ما ياثر على اللاعبين العراقيين. اللاعبين العراقيين يمكن هسه نشوف 5 لاعبين 6 لاعبين محترفين يلعبون مع الفريق. صعب جدا ان انت تخلق لاعبين على مستوى انه مراكز، خاصه عندنا مراكز فقدناها بالفترات الاخيره، مركز الليبرو، مركز
مدافع اليمين مدافع يسار مركز المهاجم، لاني مهمه جدا للمنتخبات الوطنيه. نتمنى الاتحاد العراقي انه يقلل من حجم المحترفين حتى يكون فرصه للاعب العراقي، واللاعب العراقي هو اكيد مستواه حيكون مع المنتخب الوطني افضل. يمكن شاهدت تشكيله المنتخب الوطني، بعض اللاعبين غيابهم وعودتهم مره ثانيه، شلون تشوف؟ طبعا اكيد هو دائما نقول المدرب هو افرض واعلم باللاعبين، لكن احنا كرياضيين كمدربين اشوف اكو لاعبين ظلمهم، يمكن 5 إلى 6 لاعبين تعدهم بالدوري من افضل لاعبين مؤثرين في الدوري ما موجودين بالقائمه، عكس لاعبين مسحوبين بالقائمه ممكن لاعبين احتياط ومو مؤثرين. يمكن هذا الشيء يمكن حتى اللاعب اللي يقدم مستوى في الدوري يمكن راح يهبط. ليش؟ يقول لك انا اقدم مستوى عالي يعني كل شيء اعمل في الدوري وما انسحب منتخب وطني، هذا يكون يمكن يقلل اللاعب كل عطائه. نتمنى ان كل لاعب مثل ما يقدم مستوى تكريمه المنتخب الوطني. اكو لاعبين هسه عد بالاسماء يستحقون المنتخبات الوطنيه على مستوى عالي جدا ومؤثرين جدا، مثل احمد فرحان، مثل حمود مشعان بالقوة الجويه، بالطلبة زيد تحسين، إضافة يمكن لاعبين في فرق المحافظات، يعني لاعبين على مستوى عالي. ممكن شباب حتى احنا يعني يمكن المدرب إذا يريد يستقطب لاعبين هو إذا يريد يفكر بكأس العالم لازم يسحب أعمار 20 إلى 24، ما ينحصر بهاي الأعمار. إضافة لهذا الشيء منتخب شباب، منتخب شباب ب4 لاعبين ل5 لاعبين ممتازين جدا ممكن يخدم المنتخب الوطني ولا لاعب منتخب شباب. هذا الشيء اعتقد ان اختيار المدرب صح، الاختيار المدرب اليه لكن اختيار خاطئ جدا كان. رايك بعمل كاساس حاليا مع المنتخب الوطني؟ طبعا حضوره تواجده مع في البلد وفي الدوري العراقي اكيد احنا مرتاحين انه اي مدرب ما اجى مدرب مثلا حضر حضوره هذا الشيء، اضافه للكادر مالته الموجودين. لكن اعتقد اختيار اللاعبين دائما يكون خاطئ، اختيار اللاعبين استه سحب 5 6 6 لاعبين بهاي التشكيله متاكد اني ومليون بالميه وهاي انحسب عليه هذا الفريق راح يروح لاسبانيا ويرجع 9 لاعبين 8 لاعبين يطلع ويجيب غير لاعبين، وهذا شيء ما يولد لك استقرار كمدرب انه طلع 9 لاعبين وراح لاسبانيا وخسران عليه يعني مبالغ مادية وكذا. بينما أنا أجيب مدرب، أجيب أنا كمدرب أجيب لاعب شاب يعني يقدر يخدم المنتخب الوطني في عمر جيد مؤثر في الدوري يستحق المنتخب الوطني، ممكن أنه أسحب المنتخب الوطني وأبدي أتعب عليه من هاللحظة هاي حتى يفيدني إلى تصفيات كأس العالم وإن شاء الله صعود إلى كأس العالم.